أسوار تخفي وراءها قصصا مرعبة تفنن المستعمر في نسجها كي يكون البطل أمام ضحاياه، فانقلب السحر على الساحر ليكون الشعب هو البطل. أمطار تحت الأرض للوصول إلى زنزانة الموت، أبشع ابتكارات المستعمر في البطش ببلدية برج الطهر. هذا المحتاج هذا صدر في 57، كطلع الشعمر هنا ولم الشعب، هو خدمه قبل رشاص، كطلع الشعب خدمه هذا هنا، خدم هذا المحتاج هذا اللي هنا يجي له، ويجيب لنا شيء كيعمل لراف لا 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 لراف كيعمل على شمال الواحد، يجيب الشعب فيه اللي يعذبو هنا، سمعت فيه يجيب اللي يعذبو هنا أو من الرجال أو من النساء. كل ركن من أركان الزنزانة شاهد على أن المستعمر لم يكن من فصيلة الإنسان. يعذب بالتريسيتي ويعذب بالحبيلة هذيك، سمعتو بالسيلان لا بالسلسلة، يعذب لهنا يتيكي يعذب يعذب بهم هكا، قالوا لنا اللي دخلوا لي وعذبهم، ويجيب الناس هكذاك كامل، يجيب الناس يعذب لهنا اللي حط فيه الشك يعذبوا، اللي يبيعوا يعذبوا. زنزانة لم تتغير إلى اليوم، فقط هي الدماء التي جفت لتكون شاهدا للأجيال. الجيل هذا كي يجي يوصل هنا يتفكر داش دير في ولديه، داش دير في عمومه، واش دار في خواله، يتفكروا موش يعدي برك بصح ولا كاو يعدي ما عندوش خبر بيه، حنا نشغلو يعدي ولا ما عنده خبر بيه، وما يشكسيوش ما يبحثوش، كاش واحد حكم يبحث المجاهدين، كاش واحد جا قال له داش دير حتى فضت الذاكره ديالنا وخاص عندنا الغدا كي نتغداو ما نشوفوش بيه داش دير تغدينا. هاد الامانه هادي ولادي يلزمكم تحتفظوا فيها وتحتفظوا بها مليح وتوقفوا عليها مليح، والشعمره مو سهل، الشعمره بالفم برك مو سهل، سمعت هذه البلاد هذه ما تطلعش فرنسا بلاش ما يكثرش خيرها. هو احد افتكي مراكز التعذيب بولايه جيجل، تاريخ طويل في التقتيل والتنكيل، وفي المقابل بطولة شعب تستنطق التاريخ وتتطلع لأن تكون معلما للأجيال. تم تعذيب العديد من المجاهدين، وهناك من قتل داخل هذا المعلم. هذا المعلم احنا نأمل أن نرقيه إلى معلم تاريخي، ولا يخفى أن بلدية برج الطهر هي بلدية مجاهدة، و يعني ناسها ضحوا الكثير من أجل هذا البلاد، وعلى رأسهم البطل الشهيد دخل المختار. ولهذا نأمل أن نرقي هذا المركز التعذيب إلى معلم تاريخي. وتبقى زنزانة برج الطهر في انتظار الاستنطاق لتبوح بألم الأولين الذين كانوا أكبر من رجال وأكبر من نساء في قاموس البطولة ومنهل التاريخ.